كما وعد الاتحاد الجديد عاد لاعبو الدرجة الأولى وعشاق كرة السلة إلى الملاعب بعد انتظار طويل. اليوم الحمد لله عم نرجع نلعب باسكت، بطولة رجعت قلعت. هلأ أهمنا الأساسي أنه نحل مشكلتنا مع الفيبا، وغير هيك إن شاء الله يعني لقدام. الاتحاد لهلأ نحن راضينين على شغله، ما فينا ما بدنا ننتقد بس ننتقد، ونتمنى أنه يكملوا الشغل المضبوط، ونتمنى أهم شيء تكمل البطولة للآخر والأفضل يربح. مفاجأة الملاعب الأولى كانت بفوز التضامن العائد إلى الدرجة الأولى بعد سنوات طويلة، وقد تمكن من انتزاع الفوز من نادي شانفيل، في حين لم يتمكن الهومنتمن الواصل حديثا أيضا إلى الدرجة الأولى من التغلب على نادي الرياضي. إن الهومنتمن فريق كمان كتير كبير، فريق عنده لعيبة كتير منيحة، يعني ما إنه فريق إنه بيستخف فيه، بالعكس لعبنا ضدهم آخر مرة فرندلي جيم طلعوا علينا 16 نقطة، ففيتين نحن مركزين، بس مثل ما قلت لك في تنشن شوي، يعني حطيناها ورانا أول هاف، تاني هاف رجعنا غير إمج عن الرياضة، وهذا الشيء يعني طبيعي بيصير بالجيمات. هلا شغلتنا جيم عن جيم إنه خلص نرجع على الجو. أول شيء مبروك يعني لباسكت بول لبنان إنه رجعت البطولة. امبارح شفنا جيم كتير حلو بين الحكمة والعمشيط، يعني إذا هيك تبلشت البطولة مهم تكمل البطولة هالسنة، أهم شيء تكمل مش توقف السنة الماضية. يعني أول ماتش كان كتير صعب ضد الرياضة، وهن أكتر فريق بتصور جاهز وصار لهم مدة. هلا نحن أول هاف بلشنا منيح معهم وضلينا معهم حتى أول لتالت كورتر يعني 9 نقط منيحة. أنا قلت التالت هو بس الرابع رجعوا فرقوا علينا. البطولة انطلقت، ويعمل الاتحاد الآن برئاسة وليد نصار على تعليق المنع من الاتحاد الدولي وعودة لبنان إلى البطولة العربية والعالمية. من ملاعب كرة السلة، نضال صغيب لبرنامج اليوم على الحرة.